قلها بينك وبين الله عز وجل: سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. واحد من الشباب ممكن حاط في جواله أغاني، يلا بينك وبين الله. سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. ليش نترك هذه؟ أحبك ربي وهذا رجائي بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم. واحد الآن بدأ يطلع الجوال ويمسح ما يغضب الله فيه، ايش تقول له؟ سأترك يا رب ذنبا مضى. واحد الآن بدأ يرسل لأمه ويتصل أبوه يبغى يجدد العلاقة ورجع علاقته الحميمة مع أبوه وأمه بعد ما كانت متوترة. سأترك يا رب ذنبا مضى. شاب له علاقة محرمة. سأترك يا رب، يعاهد الله هو. الله أكبر. سأترك يا رب ذنبا مضى. واحد ممكن ما صلى حتى الآن العشاء، غفل، نسي، أهمل، قصر، الآن يفكر يصلي. سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. لي هذا كله؟ أحبك ربي، الله أكبر، وهذا رجائي بأنك تقبلني.